ودلوقتي معانا فقرة شعر هتقدمها لنا تسوني جورجينا ماهر، وهي فازت بالمركز الأول في إلقاء الشعر وتأليفه في مهرجان الشباب بالأسكندرية لسنة 2019. هتقدم لنا قصيدة بعنوان زي السفير. بسعى وبجري إني أكون لك زي سفير، وإن طريقي يكون لطريقك ونجاحي في إيدك تدبير. بطلب دايما تصنع مني إناء مختار يقدر يتبع خطواتك ويرنم لك بالأوتار، واسمع منك إنك راضي وإنك سيد كل قرار، وإنك دايماً ماسك إيدي ناجح دايماً في المشوار. أنا متشال بالأحمال وإنت عزمتي وحبك هو راس المال، كل ما يكبر بيك مجهودي تعلى حدودي، يتولد جوايا رجاء وإرادة إني أكمل وإني أكون لك صورة جميلة وفيها سعادة. كل تعب كللته بمجدك كان في حمايتك لي عبادة، كل نجاح فرحت بقلبي، كل وكالة أكون فيها بيك لي قيادة أو لي ريادة. كل الناقص فيا صنعته وادتني من العلم زيادة، كل عديم القدرة جعلته أذكى وأسمى وأفضل حاجة. زي ما يوسف كان في البير، زي ما بات في السجن أسير، كنت تحول كل الشر معاه للخير. انت يا ربي اللي اديته، انت يا ربي اللي اديته يبقى مقدس فيك ووزير. انا برضو هفضل بتمنى، انا منتظرك وانا بستنى اني اكون دايما هداف، واني اصنع لك 100 مجداف، واني اخوض الصعب مخاف غير من حزنك لما بتوه، وافضل دايما فيك مرتاح يفضل حضنك وسعه براح، وتكون دايما تاج على راسي وتكون مصدر كل نجاح. برافو برافو برافو.